أنا عازمك على السينما، أنت بتحبي الأفلام مو؟ بحبها بس ما بقدر أطلع معك يعني منشان. لا 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 تخافي لا تخافي، أنا وياكي نطلع سوا وما بنحكي لحدا، بس أنت ما في داعي تخبري حدا، يعني بتلاقي لك حشة بتطلعي لك شي ساعتين ثلاثة زمان استراحة. بعدين أنا في شي كتير 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 ضروري بدي أحكي لك يا يا لطيف، أنا شو عندي مشاكل. بابا ما بيسمع لي وفتحي وربحي كمان مو فاضي، وعمتي انت شفتيها. طول بالك استاذ صبحي طول بالك، صار لي 3 سنين عم برشم بالبكالوريا لانه ما في حدا احكي له وما في حدا يسمع لي. بدي 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 صدر حنون ارتكي عليه. يا لطيف شو حنون، لحظة شوي عم بسمع دقات قلبك. بعدين اقول لك شغلة، انا يتيم الام وبابا مات. لحظة شوي. بعدين انا معي روماتيزم بايدي هيك، قال لي الدكتور لازم تضل تعمل هيك بس ما في حدا يذكرني اعمل هيك انا وحيد. يا لطيف بسيطة استاذ صبحي بسيطة. بلا بلا هي استاذ صبحي يا لطيف شو عم تطلع سئيلة. قولي لي صبحي الله يخليك، ليش ما ترددي؟ قولي 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 صبحي صبحي. يا لطيف احلى صبحي بسمعها بعمري، مو مثل عمتي على عيونها صبحي بتقلبني على الارض يا عيونك. ما احنا قوليها كمان مره الله يخليك. طيب قولي لي ايمتى بدنا نروح على السينما؟ بكرة منيح بس شو بدي اقول لأستاذ عزمي؟ جينا بلادر الصبح لازم الصبح يعني تكون شو الصبح؟ حلوة دي قامت تعجن بالصبحية ودك بينده كوكو كو يعني ايدي كتير 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 صبحي قصدي الاستاذ صبحي مشتهي المامونية. ايه 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 المامونية، وانا عم قله انه هاي الاكلة ما بتاكل الا الصبح وبكره بدي اعمل له اياها. عاوز شي استاذ عزمي؟ لا بس يعني شفت حالي انه مو جاي لي نوم بدي اتسلى معك. بابا روح لدروسك روح روح روح. عم بشرب شاي هلا بابا، يعني بعدين بفوت على الدراسه. عود معنا. كانه اجتني النعوسه. وينك؟ اشرب شايك وفورا على دروسك. انا راح اعمل قيلوله. اي بابا راح اشرب شاي ودغري على دروسك. قيل البابا ان شاء الله صحتين وهنا. برافو عليكي دفتينا. بكره اتفقنا؟ اتفقنا. الله يخليكي لي مره واحده صبحي بس. صبحي. على عيونك. هلا عن اذنك بكره حطي مكياج مع انك خير عطى الله من المكياج. يا لطيف. يا ادم كمل اللازمه موسيقيه ابني. انا موسيقيه بس بكل الاحوال وعدت لك اياها بكره بالسينما. صار دورك هلا وضريب. يلا ربحي تعال ساعدني بهالمساله شوي. هلا وقتك ساعده صبحي، بس قلي شو اللون الاول؟
هدلون انا دخلت عزايمي عاد ابكينا. قلت لي ابوك باب عندك حمى كنت بنيت لك دب لك نسيت لك شو نسيت كنت انفضحنا. طيب رجعتك كتير معلش انت هلا لازم تدخل فيها يعني فرايحي خير يلا دعيلي الله معك توفق شايفينك نحن سمعي. شو هاي؟ رياضيات؟ رالي لشو؟ اثنين ثلاثة قد ايه؟ ستة بابا؟ برافو علي صح ستة برافو وثلاثة باثنين قد ايه؟ ستة برافو علي ستة صح؟ صح كثير نفس الشيء الاثنين ستة اخي اعطيني ادبي انا ادبي يا حبيبي أدبي بس معلم يا ستي ما تيري شو بده صبي ما بده شيء اجا يشرب شاي بابا انت هون عم دور عليه لك شو بدك شو بدي فتحي هلقني هو بده يدرسني درسني 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 هو ما عم فهم علي وصبحي قام ليساعده قام مشي حال تقبش قلبي قوم درسنا يا مشان نعرف احنا اللي ذهب دروسنا هلا ايه هلا خلي الطاولة انا راجع يا رب لعبك لبين ما يجي بتعرفي رمروم انا بعرف لعب الطاوله احسن من عزمه شو بدك فيه ما حدا بيتحداني بالطاوله انا بس حظي معه ها لك زبط لو كل ما بلعب معه بخسرني كل ما بلعب معه بخسرني بشتي اخذ دق واحد منه ما بقدر اي مو ابو شرف ارمي الزهر انا ياكو انت شيش شرفي لا لا وشيش من اولها هباهب كمان لا تنبسطي كثير لا تنبسطي كثير حبيبتي لا تنبسطي كثير انا بالاول بخسر بس بعدين بربح ابو النسوان عبو هواها هي 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 مثل السمك بالمي بنركض وراهم ولي ولي مثل السمك يا رب بنركض وراهم لا هي 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 وعدتينا تحت التينا وما جيتينا خيو خبرنا شو صار معك بعدين بعدين حكيت له قصة ابو عبد العتال لما اخذته على المدرسه وعملته ابي وقصتي انا ورولا لما رحنا على المسرح وكان بدها تشوف سنيم صبري وتراهنا انا وياها اذا بطالع سنيم صبري على المسرح قبل دوره باخذ منه بوسه وفت لك على هالكواليس وعلى دفش بسليم وعلى دفش هيك لطالعته وبعدين قلت لك اياها من على نكت من نكتل 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 خرب بيت البخ شو بتلاقي يا اخي العمى طلب اخطرب لقيت لي قلبي لقيت كمل لي شو صار بعدين شو؟ لك شو شو؟ لا ما ضربك عبالك لك سخسخت من الضحك وبعدين وعدتها امتى؟ بعد بكرة عليش بكرة مشغولة نفس وعدك الساعة ايدك لا ما عليك لك بتكون وعدتها بالسينما بتفقس لنا كل شيء عيب عيب عن جد عيب صبحي عالتوليدو برافو عالتوليدو لك ربحي تكون عمتك معها حق وقتها حكت على انها لعوب صبحي صبحي لتكون حبيت عن جد صبحي لك كله تمثيل صبحي لك اي لا طيب شو حلوه يعني بدك الصراحه عمتك لا نظره بالناس وهي رمروم رمزيه مو سهله بنوب دهريه مثل ما بيقولوا ومخبايه بتيابها واكيد ناوي على ابوه طلعت من المطبخ وفتح الغرفة لقيته عم بيحافر مع فتحي والتاني زاركو ما عم يخليه يدفع وابوك عم يتحرقص بده يطلع يقعد مع رمزية وعدتينا تحت التينة وما جيتينا وعدتينا تحت التينة وما جيتينا شو مين؟ شو بعرفني؟ لك اختي فهميني شو في؟ وغوشتيني ان شاء الله ما صاير له شيء ابو حمدي
إيه لا بعيد الشر عنه، والله صحته جيدة ولم ينقص عليه سوى مشاهدتك. طيب احكي شوفي لك. أنا لك يا أخي طول بالك، روّي، أنا محضرت لك مفاجأة حلوة كتير. لك أختي أنا صرت خاف من هالكلمة هاي، ليلي قلبي مو متحمل. يلا بابا خلينا نخلص. أهلين عمتو. أهلين أبو بريس. إيه طول بالك لك ابني. استنى شوي ولا قلك راجع الدرس اللي عطيتك يا لبن ما أجي. يا لطيف عليك يا أختي، حرقتيلي أعصابي. أستاذ عزمي ممكن شوي؟ أستاذ عزمي قوم شوف المدام تقبرني شو بدها. شو الحكي أختي شو الحكي؟ الله ينعم عليك. نعيما يا حبيبي. عمتي شو يعني في شي جديد؟ أنا وربحي ماشيين بالخطة على 24، يعني بالنسبة لرمزية للأسف طلعت نظرتك بمحلها. شفتوا؟ وعدت أنا بكرة وربحي وعدها بعد بكرة. برافو عليكم، لك طول عمركم صحاب مقالب. يا برني الوجه.